شهر ضرب كيماوي بالغوطة 1800، هاي الإحصائية لهم 1700 اللي ماتوا، وسبعين بالمية بيناتهم أطفال. شو ذنب الأطفال؟ يعني ليش لليوم بعد هالدول ساكتة عنه؟ كان أمريكا أو غيرها تخاذلت معه كثير، بكفيه. بين ترحيب المعارضين بالضربات الجوية الغربية وتحذير النظام وحلفائه يحبس الجميع أنفاسه بانتظار ساعة الصفر. في هذا الوقت يسابق مفتشو الأمم المتحدة الوقت للخروج بأدلة بشأن استخدام السلاح الكيميائي، فيما تبادل النظام والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن إرجاء زيارة فريق الأمم المتحدة إلى مناطق قريبة من دمشق. المواقف الدولية بالجملة تهيئ الرأي العام للهجوم المحتمل على سوريا. وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل يؤكد استعداد بلاده للتحرك ضد سوريا في أي لحظة، وتم تجهيز الإمكانات للتمكن من تنفيذ أي خيار يرغب فيه الرئيس أوباما. وفي لندن قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه سيستدعي البرلمان من عطلته الصيفية لعقد جلسة الخميس لمناقشة الرد البريطاني. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أعلن أن الحرب الأهلية في سوريا تهدد اليوم السلام في العالم. مجزرة دمشق الكيميائية يجب ألا تمر من دون عقاب. فرنسا مستعدة لمعاقبة الذين اتخذوا القرار الدنيء باستخدام الغاز ضد الأبرياء. وفيما حملت جامعة الدول العربية النظام السوري المسؤولية التامة عن الهجوم الكيميائي، أشار وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل أن بلاده تطالب بموقف دولي حازم من النظام السوري الذي فقد هويته العربية. ومن تركيا أكد وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو قبل توجهه إلى السعودية أن الهجوم الكيميائي في سوريا هو جريمة ضد الإنسانية يجب ألا تمر دون عقاب. في القدس هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد قوي في حال مهاجمة سوريا إسرائيل. في الجهة المقابلة دعت روسيا الولايات المتحدة والأسرة الدولية إلى الحذر بشأن سوريا، مشيرة إلى أن أي تدخل عسكري ستكون له عواقب كارثية على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي أن الغرب يتصرف في العالم الإسلامي كقرد يحمل قنبلة. ومن طهران سمعت جيفري فيلتمان تحذيرا إيرانيا من أن تدخلا عسكريا ضد دمشق قد تكون له عواقب وخيمة على سوريا والمنطقة برمتها. ووسط التكهنات بشأن موعد الهجوم الغربي، أكدت المعارضة السورية أن الضربة العسكرية مسألة أيام وليس أسابيع، وأعلنت أنها ناقشت مع الدول الحليفة لائحة أهداف محتملة للضربة.